قناة أخبار الفرج المغربية الأستاذ الكريم الاختصاصي بهيئة تيتون مختص في التحكيم الداخلي والدولي وفرعوي وحقوقي وكذلك عضو سابق بفريق المغرب تيتوني. كيفاش تقدر سي الاختصاصي في هذه الندوة اللي عاد تربع التحتية ديالها هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنرحب بالصحافة اللي كتعتبر على دور محوري في نشر الثقافة الحقوقية. ثاني حاجة المشاركة ديالي في هذه الندوة اللي اعتبرها هي ندوة محورية تتعلق بوضعية المرأة وحقوق المرأة والعنف ضد المرأة من الجانب العملي. وفي هذه المناسبة كنشكر جمعية الخير المرتين اللي استعدنا باش نحضروا هذه الندوة إن شاء الله ونلتقيوا بجميع المتدخلين في هذا الموضوع اللي كنعتبروا على أن المرأة في الواقع العملي يجب أن تمارس أو يعني تعطى الحقوق الواجبة المنصوص عليها في القوانين، جميع القوانين المؤطرة لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة القانون 113، وكذلك على جميع القوانين المتعلقة بحقوق المرأة سواء في مدونة الأسرة. وأنتم تعلمون على أن هناك مشروع يناقش على مستوى العديد من اللجان التي كانت كلفت من طرف صاحب الجلالة في إطار توافقي لكي يخرج مشروع مدونة الأسرة كورش مجتمعي يرفع من قيمة المرأة. طبعا المشاركين في هذه الندوة طبعا لهم من الباع الطويل في مناقشة مثل هذه القضايا سواء من الجوانب الصحية أو الجوانب القانونية أو تنزيل القرارات محكمة النقد على بعض النوازل التي تعج بها المحاكم، ولا سيما مع ارتفاع وتيرة الطلاق ومع ارتفاع حالة العنف التي تمارس ضد المرأة. ونتمنى إن شاء الله أن تكون هنالك إفادة واستفادة من طرف الجميع. ما هي أكثر من الفائدة اللي كترجع لكم في المحكمة؟ أكثر العنف اللي كيصير؟ العنف الذي يمارس على المرأة، أنتم تعلمون على أن القانون 113 لم يأتي بتعريف محدد، وإنما اعتبر على أن العنف الذي يمارس على المرأة هو عنف. هناك عنف مادي وهناك عنف معنوي وهناك عنف جنسي وهناك حتى عنف رقمي، وهذا العنف الرقمي والعنف الإلكتروني الذي يؤدي إلى ارتفاع حالة الطلاق وإلى ارتفاع حالة العنف على المرأة وخاصة العنف المعنوي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي. ولهذا فهذه الندوة جات في السياق للتعريف كذلك بالحالات المعروضة على المحاكم والتي ارتفعت من شراء حالة الطلاق إلى نسب أصبحت تدق ناقوس الخطر في المجتمع المغربي ولا سيما هنا في الجهة ديال تطوان أو في الإقليم ديال تطوان. ولهذا فالتنزيل ديال النصوص القانونية بشكل عادل من شأن أن يضمن للمرأة حقوقها وكذلك للأسرة المغربية. شكرا أستاذ كلمة.